علي لاشين. أثر من المؤتمر احنا عندنا مطالب كثيرة جدا تبدأ بتنحية المجلس العسكري وتسليم السلطة لحكومة مدنية فورا، إلغاء المادة 28 من الدستور، تعديل قانون القضاء والانتخابات الرئاسية، وإلغاء اللجنة القائمة على الإشراف على اللجنة الانتخابية الرئاسية، وتعيين مجموعة لهذه اللجنة من مجلس الشعب والشورى اتفق عليها في اللجنة الدستورية، محاكمة مبارك وأعوانه، محاكمة الحكومة المستهترة في اصطناع الأزمات يعني وافتعال الأزمات في الشعب، العفو العام عن المسجونين سياسيا والمحكوم عليهم سياسيا، الإفراج عن المحكوم عليهم عسكريا أو غير عسكريا في قضايا سياسية. دي مجمل القضايا اللي هي مجمع عليها من جميع الطوائف الشعب، سواء كان يعني اتجاه إسلامي أو اتجاه ليبرالي، فالكل مجمع على هذه التوصيات. وبالجملة لأن الثورة يعني لم تحقق أهدافها، وبالتالي يعني شفنا نحن يعني يضحك علينا ويعني وقت يسحب من تحت أقدامنا، ووعود وراء وعود وراء وعود، وأصبح الآن مجلس الشعب بلا شورى، بلا صلاحية وبلا فاعلية، والأمر متلاعب بين المجلس العسكري وبين الوزارة القديمة. فالحقيقة لم يتغير شيء من جسم النظام السابق وأزرع النظام السابق، فبالتالي نحن وسلبت إرادتنا، والتزوير قائم، فالتزوير قائم وسيزور تزور الرئاسة، وبالتالي أصبحنا الآن صفر اليدين، فليس أمامنا طريق إلا أن نصمد وأن نقف وجه هؤلاء حتى نسترد الحقوق. وكنا ننتظر على أمل أن يأتي رئيس ينتخبه الشعب بإرادة الشعب، يعمل لمصالح الأمة لا لمصالح أعداء الأمة. فحتى هذا الأمل سحب من أيدينا، وأصبحت لجنة عليا تسمى لجنة الرئاسة الانتخابية، يعني ليس لأحد الحق أن يراجعها، وكأنه كلام منزل من السماء. فهذا معظم المطالب، والشعب هو اللي يتكلم والأرض يتتكلم. دعنا بقى من الشعارات ودعنا من هذه الأمور، الناس لها مطالب، وليس هذا اتجاه إسلامي فقط. يعني أنا فوجئت حقيقة أن هذا الهم والكمد والاعتراض ليس مني، أنا سمعت كثير على القنوات الأخرى الفضائية من جميع الطوائف، حتى من غير المسلمين، حتى من إخواننا المسيحيين أو من النصارى، لأنهم مطالب ويقولون هذا ليس هي الثورة التي أردناها، لم تحق لنا حرية ولا ديمقراطية ولا رغد في العيش ولا دين ولا أي شيء، إذا لماذا ننتظر؟ ويقول لك المجلس العسكري، يعني ماذا يفعل بنا هذا المجلس؟ فليتقل هذا المجلس ولا يتلاعب بنا هذا التلاعب، ولا نعرف نحن بشر ولنا عقول ولنا أفكار ونستطيع أن نفعل يعني كل شيء. فإذا يعني كان معنا صديقا والله يكون شلنا فوق رؤوسنا، أما هذا تلاعب الأمة ولن أبدا ترضى الأمة بهذا التلاعب أبدا، وهو اللي حيورث الأمة، يعني قد يتعرضها إلى 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 أمور لا تحمد عقباها، وبالتالي من سيكون خاسر؟ هو أول خاسر، ليس وحدنا. فإذا كانت خسارة بخسارة فهو يعني يتحمل، لأنه هو الذي يثير القلق ويثير الفوضى في البلد بتصرفاته وتعنته وجبروته وإعلامه الذي يثير هذا الشغب. ما علاقة المؤتمر اليوم بالشيخ حازم؟ الحقيقة الشيخ حازم لن يغيب عن بالنا أبدا. الشيخ حازم فرض نفسه بلا، إذا استطعت أن تبتعد عنه، ومهما قلنا أننا لم نجتمع اليوم للشيخ حازم ولا لتنحية الشيخ حازم ولا للتزويم من أجل الشيخ حازم، نحن اجتمعنا من أجل أنه إذا أبعد حازم وأبعد المهندس خيرت الشاطر فمن يبقى لنا؟ إذن القضية ستزور، وسيزور رئيس الانتخابات، وطالما أنه ليس هناك طعن في قرارات اللجنة رئيس الانتخابات، إذن حازم في قلوبنا ولن يغيب عن بالنا، لأنه شخص فرض نفسه وجعل الله له القبول في الأرض والقبول عند الناس. وخالد وحازم قيمته ليس في شخص حازم، لا، حازم قيمته فيما يدعو إليه ويدعو إلى شريعة الله، وهذا قيمة حازم.